Waffen! Zimmer! Ja. سنصل إليك بطريقة أو بأخرى. لا تتوقف، استمر. هل تواجه هذه المشاكل دائما؟ لا نوعا ما. نعم اكيد. Thank you.
يجب أن نتجاوزه. يا رجال الهجوم ذاهب لمكان ما. ابتعد أيها الواعي. يجب أن كان هذا وشيكا. أطلقوا النار على طائرتي يا نيت. نحن بخير شكرا. متى يمكنك توصيلنا إلى مدغشقر؟ لا كنز إذن. ليس بعد. لا أعرف عما تتكلم. انظر، نحن أثرياء. بداية جيدة. تظن المتبقي في مدغشقر؟ كانت هناك غرفة وعلى أرضها خريطة ضخمة لمدغشقر، لذا أظنه هناك. بدأ الأمر يتحول لمطاردة سرابل يا فتى. الكنز لم يكن في اسكتلندا، مفهوم؟ ما كان هدف كل ذلك إذن؟ وصليب القديس ديزما؟ انظر، كما قلت من قبل، أظن أن إيفري كان يجند البعض. الصليب كان دعوة، والكهوف كانت مجرد بداية. اجتزنا الاختبار إذن. مبارك يا فيكتور، أصبحنا نستحق رقعة العين. لا أفهم لماذا يبذلون كل هذا الجهد للتخلص من الناس. لكي يحمي نفسه. كان إيفري أكثر المطلوبين في العالم في ذلك الوقت. كان عليه تجنيد من يثق بهم حتى يحافظوا على كنزهم سراً. ماذا تعني بكنزهم؟ فقط فكر في الأمر. توماس تو كان قرصاناً بارعاً بجدارة. ماذا كان سيربح من الانضمام إلى جانب إيفري؟ أظن أن إيفري أرسل الصلبان إلى القراصنة الآخرين الأثرياء أمثاله. ماذا لو تجمعوا وأخفوا كل كنوزهم معاً؟ هذا سيجعل غنيمة غانزوي تبدو كبضعة قروش. بالضبط. اللعنة. حسناً، أين سنذهب بالتحديد في مدغشقر؟ خليج الملك كان ملذاً قديماً في عصر إيفري. إنه مكان كبير جداً. كن أكثر تحديداً. لقد انهارت غرفة الخريطة تماماً، لذا كما تعرف. على ما تضحك.
كل الذين نجوا من الكهوف المجندون، ما الشيء الوحيد الذي كانوا سيرحلون به؟